السلام عليكم. هناك من وصف هذه القرارات بأنها انقلاب، وآخرون وصفوها بأنها تصحيح مسار، وهناك من قال إن الخلافات السياسية كان يمكن معالجتها بوسائل أخرى غير هذه القرارات، كان من بينهم المنصف المرزوقي الرئيس السابق، والذي وصف ما حدث بأنه قفزة جبارة إلى الوراء، يعني خرجنا من نادي الشعوب المتحضرة والمتقدمة إلى الدول المتخلفة بحسب قول المرزوقي، وإن قيس سعيد خرق الدستور الذي أقسم على الدفاع عنه وحنث بوعده، فانقسم الشعب التونسي بين مؤيد لهذه القرارات ومعارض لها. وتبقى الأسئلة تحتاج إلى إجابات منطقية تقضي على حالة الشك بالنسبة للشعب التونسي والعالم العربي والدولي. هل سيتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي أم بالعكس سيزداد سوءا ووضع تونس سيزداد سوءا أيضا؟ هل فعلا قام سعيد بتفعيل الفصل 80 من الدستور بمعنى أنه تحرك وفقا للدستور؟ هل تعتبر قرارات الرئيس التونسي رجوعا إلى الحكم الفردي؟ بمفهوم آخر، هل سيعاد تفريخ نظام زين العابدين بن علي؟ هل أن القرارات الرئاسية تحفظ كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها؟ هل أن تونس تحتاج زعيما لإرساء النظام في دولة مهددة بالفشل؟ وبماذا يفسر دعوة الرئاسة للتونسيين إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى؟ هل هناك مخاوف من دخول تونس في دوامة الفوضى واحتراب أهلي وإنهاء التجربة الديمقراطية؟ ما دلالة منع الجيش لراشد الغنوشي رئيس البرلمان من الدخول إلى مجلس الشعب؟ وما هدف إقحام الجيش في المعركة بين رئاستي الجمهورية والبرلمان؟ ما معنى تصريح رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي عندما قال إن ما قام به الرئيس سعيد هو انقلاب على الثورة والدستور، وإن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون على الثورة؟ ويبقى السؤال الجوهري بينما تتصاعد وتزداد حدة التوترات في تونس الخضراء، ماذا تنتظر تونس في الأيام المقبلة؟ هل ستبقى خضراء أم أنها قد تمر بخريف الاستقرار والذبول والتساقط؟ وإذا ما أصر قيس سعيد على قراراته، ما هي الخيارات المتوفرة لدى حركة النهضة؟ هل سيكون تحركها في إطار الدستور والشرعية أم خارجها؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيوفنا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع، والذي يحمل عنوان شعلة الربيع العربي تونس وتطورات الأحداث السياسية في البلاد. سيكون معنا عبر تطبيق زوم من تونس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أنور جمعاوي. دكتور أنور، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك. وعبر سكايب من تونس الناشط والمحلل السياسي الأستاذ زياد بمخلة. أستاذ زياد، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. وعبر سكايب من تونس أيضا الأكاديمي والباحث الجامعي الدكتور فتحي المسعودي. دكتور فتحي، سلام الله عليكم. أهلا وسهلا من لندن على كل. أهلا بك، يا مرحبا. وقبل البدء في الحوار والمناقشة ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. تونس الخضراء، منها انطلقت شرارة ثورات الربيع العربي، وفيها تحركت رياح التغيير، استيقظت على قرارات لرئيس الدولة قيس سعيد بإقالة رئيس الحكومة وإعلان تولي رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية وتجميد عمل البرلمان. الرئيس التونسي قيس سعيد الذي دعا الشعب إلى التزام الهدوء وعدم الخروج للشوارع، ومحاولا تبديد مخاوف التونسيين من إن ما قام به ليس انقلاباً وإنما هي إجراءات وفق الدستور بعد وصول البلاد إلى حد غير مقبول وفقاً لتعبيره، بينما اتهمت حركة النهضة التونسية الرئيسة بتنفيذ محاولة انقلابية ضد الديمقراطية، وأن الشعب سيقف صفاً واحداً لرفض التحول الدكتاتوري في نظام الحكم على حد وصفها، داعية إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة. بينما أعلن رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي، والذي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه وفقا لموقع ميدل إيست آي،
أنه سيمتثل للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وعلى رأسها إعفاؤه من رئاسة الحكومة، وأنه لا يتمسك بأي منصب في الدولة لتجنيب البلاد مزيداً من الاحتقان. الأطراف التونسية وقفت بين مؤيد لقرارات الرئيس باعتبار أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد سببها الأول هو السلطات الحالية التي تمسك بزمام الأمور، وأنه خطوة باتجاه تصحيح الأخطاء، فيما تتخوف الأطراف الأخرى من عودة البلاد إلى حكم ديكتاتوري يسيطر عليه العسكر. دولياً، دعت الخارجية الأمريكية الرئيس التونسي للالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ومواصلة الحوار المفتوح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي. المرحلة المقبلة في حياة تونس هي من ستشكل معالم الدولة بعد هذه الأحداث والقرارات التي جعلت الشعب أمام مفرق طريق في ظل وضع اقتصادي متدهور ومتغيرات متسارعة في المنطقة. إذن مشاهدينا الكرام، لمن فاتته المقدمة، نناقش هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب شعلة الربيع العربي تونس وتطورات الأحداث السياسية في البلاد. دكتور أنور، أبدأ معكم وأجدد الترحيب بكم. يعني بداية دكتور، كيف تابعتم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وفي أي إطار يمكن وضعها دكتور؟ الحقيقة أن القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد كانت مفاجأة إلى حد ما للشارع التونسي، رغم أن مسألة اعتماد الفصل 80 كانت متداولة داخل الاجتماع السياسي التونسي، خاصة بعد معرفته البلاد من احتجاجات يعني تواترت من حين إلى آخر على خلفية تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار وحالة الفوضى ربما السياسية المشهودة خاصة في مجلس نواب الشعب. لكن كان بعض الملاحظين يذهبون إلى أن السياق التونسي هو سياق تهدئة ولا يميل إلى البحث عن حلول قصوى، فأغلب الملاحظين كانوا يتوقعون أن يتم حل المشكلة أو المشاكل المتفاقمة في المرحلة الانتقالية في تونس عن طريق آلية الحوار الوطني التي سبق أن اعتمدها التونسيون في سنة 2013-2014 عندما وصلت البلاد إلى حالة انسداد سياسي عقب أعمال عنف وإرهاب. لكن القرارات التي أقدم عليها الرئيس من خلال مراجعة الفصل 80 من الدستور، هذا الفصل يقول بأن إذا شعر يعني الرئيس بحالة خطر داهم تهدد البلاد في استقرارها واستقلالها وسيادتها، فإنه يمكن أن يتخذ تدابير وقائية في هذا الخصوص. هذا الفصل الثامن من الدستور دكتور. الفصل 80 من الدستور. 80 عفوا من الدستور، نعم. نعم. طيب. لكن هذا الفصل يرى أو يقر بأن اتخاذ تدابير استثنائية يكون من خلال مشاورة رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ومن خلال مراجعة المحكمة الدستورية واستشارتها في هذا الشأن. لكن المشهود أن المحكمة الدستورية لم يتم تنصيبها بعد. نعم. لأسباب مختلفة في تونس. منذ عام 2014 هي معطلة دكتور؟ منذ عام 2014 معطلة. كان يفترض إحداث المحكمة الدستورية سنة واحدة بعد بلورة الدستور التونسي، يعني ظهر الدستور التونسي الجديد في سنة 2014، كان يفترض أن تنتصب المحكمة الدستورية سنة 2015 و2000. نعم. لكن للأسف حالة التجاذبات السياسية والمحاصصة الحسبية الموجودة في تونس وحالة التنابذ ربما الموجود بين مكونات المشهد السياسي عطلت تركيز هذه المحكمة الدستورية التي كان بالإمكان أن تحل الخلافات الحاصلة في مستوى هرم السلطة، خلافات في مستوى الصراع على الصلاحيات أو في مستوى تحديد المسؤوليات ومواقع النفوذ بالنسبة لكل طرف، خاصة في مستوى العلاقة بين السلطات الثلاث، أعني التشريعية والتنفيذية والقضائية. نعم.
طيب. نعم. أستاذ زياد، الدكتور أنور قال كان يمكن حل هذه المشكلة عن طريق الحوار الوطني. الخلافات السياسية كان يمكن معالجتها بوسائل أخرى غير هذه القرارات. هل انتهت المسارات السلمية أستاذ زياد؟ للأسف يعني لم تتوفر الفرصة في تونس في الفترة الماضية لإطلاق حوار وطني. وهنا دعني أسجل أنه الرافض الأساسي لإطلاق الحوار أو انطلاق الحوار كان باستمرار هو الرئيس قيس سعيد، الذي رفض أكثر من مبادرة لإطلاق الحوار، وآخرها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قاد الحوار الوطني السابق الذي تحدث عليه الدكتور في سنة 2013، وانتهى بتونس من الخروج من أزمتها، ونالت حتى بمقتضى نجاحها للتجربة جائزة نوبل للسلام. لكن واضح أنه كان هناك انسداد هذه المرة. قيس سعيد أتى بإرادة شعبية واسعة، هذا لا ينكره أحد من التونسيين، ولكن جاء كذلك بمشروع فيه الكثير من الغموض، ولكن فيه الكثير كذلك من المخاطر على التجربة الديمقراطية لم يخفيها قيس سعيد منذ يومه الأول. واضح أنه مشروع الرجل يقوم على أنقاذ البنية السياسية الحالية، رجل لا يؤمن بالأحزاب السياسية، يريد نظاما سياسيا جديدا بالكامل ينبني على مقاربة رفض الحالة الراهنة وطمس معالمها، وبالتالي كان واضحا منذ البداية، وكان يشتغل منذ البداية للوصول إلى هذه اللحظة. استعان في ذلك كذلك بحالة شعبية تكرس لديها رفض واضح لحصائل التجربة طيلة 10 سنوات، وهنا تحمل المسؤولية فيه لا شك لحركة النهضة وحلفاء السياسيين الذين فشلوا في استثمار حالة الديمقراطية وفي استثمار وجودهم في السلطة من أجل تغيير يعني إقامة تغيير عميق في الحالة السياسية والحالة الاجتماعية والاقتصادية خاصة بالنسبة للتونسيين. وبالتالي وصلنا إلى هذه الحالة، هناك حالة من الانسداد، هنا أزمة سياسية عاصفة عصفت بالبلاد استمرت لأكثر من نصف سنة. رفض فيها قيس سعيد استقبال رئيس الحكومة ورئيس البرلمان. تعطلت مقتضاه مؤسسات الدولة، وصارت حتى مؤسسات الدولة في حالة تضارب واضح، وزادها الكوفيد ويعني انعكاساته على الحالة الصحية وعلى الوضع العام يعني صعوبة، وبالتالي وصلنا إلى هذه الحالة التي نعيشها اليوم. طيب دكتور فتحي، هناك من وصف هذه القرارات بأنها انقلاب، هناك أيضا من وصفها بأنها تصحيح مسار، أنتم كيف رأيتموها دكتور فتحي؟ لا، هو كما ذكر الأصدقاء، تحياتي لكم والكرام لمشاهديكم. أولا يعني هذا الوضع الذي وصلنا إليه يوم 25 من شهر يعني كما تقولون أنتم، نحن نقول جويليا، أنتم تقولون يوليو، حقيقة هو نتاج، هو النهاية التي كان يريدها قيس سعيد، وهو حقيقة منذ أن جاء إلى السلطة كان أحد أطراف الأزمة، وهو طبعا صعد الأزمة إلى درجة أنه أصبح هو اللاعب الوحيد الآن في الساحة وقام بما قام به. أنا كنت أقول أنه هذا ليس انقلاب بالمعنى الانقلاب المتعارف عنه، انقلاب العسكري فينزل الجيش إلى الشوارع ويعطل الدستور، هذا تحايل على الدستور واستعمل الدستور وبالتالي قام بما قام به، لأنه الفصل 80 من الدستور يعطي للرئيس الإمكانية أن يقوم بإجراءات استثنائية في حالة الخطر الدائم، والجميع في تونس يقول أن تونس في خطر دائم، ولأن الوضع الأمني أصبح وضع يعني سيء جدا، كما الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي حقيقة، وكذلك السياسي، ونحن أنتم أكيد شاهدتم ما يحصل في البرلمان، هذا المجلس التشريعي المفروض هو السلطة. ولكن دكتور، ولكن هناك من يختلف معكم حيث يقولون بأن الرئيس قيس سعيد قام بخرق الدستور الذي أقسم على الدفاع عنه، وأن الرجل قد حنث بوعده، كيف تردون على ذلك؟ هو أولا هذا لا يحمل بوعده حقيقة، هو كان صادقا، لأنه من سنوات من 2013 وهو ينتقد هذا الدستور ويقول هذا الدستور كله مطبات وكله ثغرات، وقال في يوم من الأيام قبل سنوات قال الدستور أكله الحمار، فهو كان صادق
مع نفسه، وبالتالي هو كما يقول أنا أستعمل دستوركم الذي كتبتموه بالتوافقات وبالتنازلات، وبالتالي هو يرد الصاع صاعين حقيقة، ويستغل هذه الثغرات في الدستور ويفسرها على مزاجه الخاص. وهذا هو جواب على سؤالك، لأنه نحن في تونس نحتاج إلى محكمة دستورية هي التي تفسر الدستور، وهي المرجع في حل المشاكل الدستورية التي تقع بين السلطات. الآن هو رفض أن يوقع أو يختم على القرار الذي اتخذه البرلمان بانتخاب أو بتغيير قانون إنشاء المحكمة الدستورية، ورده بدعوى أنه الأجل قد انتهى من سنوات عديدة، وبالتالي أصبح هو الرجل الوحيد في تونس الذي الذي يستطيع أن يفسر الدستور كما يشاء، وليس هناك أي واحد في تونس الآن يستطيع أن يرد طيب دكتور. أو يرد نعم. هذه التفسير، وبالتالي نعم. الرجل ما زال سيواصل استعمال هذا الدستور وتفسيراته الخاصة وإجراءاته الخاصة، ونحن لن نتوقف عند 30 يوم التي ذكر الدستور، وإنما سيتواصل الأمر، ونحن مقبلون على أيام صعبة وصعبة جدا حقيقة. طيب سنناقش على ما ستؤول إليه الأوضاع في تونس خلال الأيام والأشهر والأسابيع المقبلة، لكن دعني أنتقل هنا إلى الدكتور أنور. دكتور أنور، المنصف المرزوقي الرئيس السابق وصف ما حدث وقال بالحرف الواحد أنها قفزة جبارة إلى الوراء، بمعنى والكلام للمنصف المرزوقي بمعنى أن تونس قد خرجت من نادي الشعوب المتحضرة والمتقدمة إلى الدول المتخلفة. ما الذي يقصده المرزوقي بهذا التصريح؟ شكرا. طبيعي جدا أن الدكتور المنصف المرزوقي هو من وجوه يعني الربيع العربي والثورة التونسية، وكان من العلامات النضالية في تاريخ مواجهة الدولة القامعة على عز الدين العابدين بن علي، وهو من أنصار يعني دولة الحريات ودولة حقوق الإنسان ودولة المؤسسات، وهو من هذا المنظور يعتبر أن ما حصل هو ردة سياسية جاءت من هرم السلطة تستهدف وضع ربما التجربة الديمقراطية بين قوسين، وهذا ما يخشاه يعني عدد معتبر من التونسيين، لأن المكاسب التي تحققت خلال هذه العشرية هي بالأساس مكاسب حقوقية تتعلق بحرية التعبير، بتداول السلمي على السلطة، بإرساء يعني ما يسمى بدولة الدولة المدنية القائمة على تحكيم المؤسسات وعلى اعتماد وعلى الاحتكام إلى صندوق الاقتراع لاختيار ممثلين للشعب. عندما يبادر الرئيس قيس سعيد لحل الأزمة المشهودة في البلاد بتجميد البرلمان من ناحية وبإقالة رئيس الحكومة من ناحية أخرى، ويقول بأنه قد أصبح النائب العام أو المدعي العام في البلاد، فهو بهذه الطريقة يقوم بجمع كل السلطات بيديه، ومعلوم أن ذلك يعتبر نزوعا لبناء دولة شمولية، لأن الدولة الديمقراطية هي دولة تقوم بالأساس على الفصل بين السلطات. نعم. وعلى وجود جهاز رقابي يتابع كل سلطة، ومعلوم أن البرلمان رغم ما فيه من اضطرابات وما فيه من هرج ومرج داخل التجربة التونسية. نعم. فإنه يبقى هيكلا سياسيا انتخبه التونسيون، فلم يصل هؤلاء النواب إلى قبة البرلمان على الدبابات أو بقوة البنادق، وإنما وصلوا بأصوات الناخبين. طيب. نعم. لذلك فإن تجميد البرلمان لم ينص عليه الفصل 80، ولا وجود لهذا المصطلح أصلا في الفصل 80، حتى في حالة الخطر الدائم فإن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم. نعم. نعم. كما لا يجوز توجيه لائحة لوم للحكومة، فإقالة رئيس الحكومة أو إقالة الوزراء ليس من اختصاص الرئيس بل من اختصاص البرلمان، لأن رئيس الحكومة في نظام شبه برلماني يحاسب ويراقب أمام البرلمان. يضاف إلى ذلك أن القضاء في دولة ديمقراطية يفترض أن يكون سلطة قائمة بذاتها مستقلة، ولا يمكن بحال أن يكون الرئيس مشرعا ويكون قاضيا ويكون حاكما في نفس الوقت. نعم. فبهذه الطريقة. نعم دكتور أنور. يجمع. نعم. نعم دكتور أنور، أسف المقاطعة، ولكن أنتقل إلى الأستاذ زياد. أستاذ زياد،
هناك من يتحدث عن عوامل خارجية يعني لها اليد الطولة في إصدار قرارات قيس سعيد. تهمت مصر والإمارات وفرنسا بإعطاء الضوء الأخضر أو الموافقة على هذه القرارات. ما دقة هذه الأخبار وما مصلحة هذه الدول أستاذ زياد؟ الحقيقة لا توجد مؤشرات مباشرة على هذا الأمر، ولكن هناك بالتحليل يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة بالنهاية. هناك دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلامها القريب منها أو الذي يدور في رحابها كان واضحا في رغبته في إسقاط الأوضاع وتجربة الديمقراطية في تونس، وأبدى اهتماما مبالغا فيه في السنوات الأخيرة بالحالة التونسية، وكان يستهدف بشكل واضح التجربة الديمقراطية وبعض الكيانات السياسية القائمة والتي تقود السلطة في تونس، هذا واضح. الدور الفرنسي، طبعا فرنسا أنا في تقديري كذلك هي أحد عوامل عدم الاستقرار في تونس، والدولة الفرنسية بتاريخها وإرث الاستعماري الطويل في تونس تريد باستمرار أن تظل الدولة التونسية تحت سيطرتها، ولا يخفى على أحد من التونسيين أن دورها كان في كل المراحل سلبيا، وهناك إرادة باستمرار على أن تبقي البلاد تحت سلطتها. بالنهاية لا شك أن هناك تدخلات أجنبية على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي، في جزء منها كان إيجابيا ولكن في جزء منها آخر كان سلبيا مما ذكرته من بعض الدول، ولا شك أن هذا العامل كان عاملا مؤثرا ليس فقط في هذه الأيام الأخيرة وفي الأمتار الأخيرة، كان مؤثرا على طيلة العشر سنوات. كانت هناك محاولة مستمرة لتقويض الأمن في تونس، هناك تحريك لعنصر الإرهاب ليكون عاملا ومفاعلا أساسيا في الحالة السياسية التونسية، وكان يتحرك واضح بالريموت كنترول كما يقولون من أجل تغليب طرف على طرف آخر. كانت هناك يعني تدخل فج في أكثر من مرة من بعض العواصم العربية وبعض الدول الأجنبية كذلك في الحالة السياسية التونسية وفي الأزمات السياسية التونسية، وبالتالي لا شك أنه هذا العامل هو عامل مؤثر ومتدخل أساسي في الأزمة الراهنة. لكن دعني أقول كذلك في النهاية أنه حل الأزمة الحالية في تونس هو حل تونسي تونسي، وأنه التدخلات الأجنبية إذا ما استثنينا منها فقط التدخلات الجيران خاصة ليبيا والجزائر، فباقي التدخلات أنا في تقديري أعتبرها تدخلات في الغالب ستكون سلبية ولن تكون في صالح عودة الحياة الديمقراطية في تونس، والأولى بكل الأطراف السياسية التونسية أن تعول على إيجاد حل تونسي خالص. نعم. وأن الحل يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد تصور تونسي للخروج من هذه الأزمة. دكتور فتحي، بعض الناس مبتهجة بهذه القرارات، سأسألكم هذا السؤال ولكن أرجو أن تجيبنا بعد أن نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نعود إليكم. إذا مشاهدينا الكرام، نناقش في هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب شعلة الربيع العربي تونس وتطورات الأحداث السياسية في البلاد. أهلا بكم من جديد دكتور فتحي. ما تناقلته وسائل الإعلام، رأينا أن بعض الناس في تونس مبتهجة بهذه القرارات. هل أن موضوع الابتهاج يعكس عدم رضاها عن حركة النهضة بعد سنوات من تجربتها وأدائها السياسي دكتور؟ لا، أنت تقول بعض الناس، لا أعتقد أنهم بعض الناس، أكيد كثيرين. نعم. كثيرون هم الذين تظاهروا في الشوارع ويعني باركوا ما قام به قيس سعيد حقيقة، لأنه الناس فقدوا الأمل في الطبقة السياسية، فقدوا الأمل في البرلمان، فقدوا الأمل في الحكومة، الوضع الصحي سيء إلى بعد الحدود، عنا الأموات يموتون بالعشرات كل يوم نتيجة الكورونا، فيه الفقر، فيه البطالة، يعني المديونية، الأخبار تقول أن الدولة عجزت عن
دفع رواتب الموظفين خلال هذا الشهر يعني بصعوبة كبيرة جدا دفعت، فبالتالي الناس تهيئوا، كانوا مهيئين. ثم المظاهرات التي وقعت كامل اليوم يوم 25 هذه كلها هيئت الظروف لقيس سعيد، فلما قام بما قام به بارك الكثير من الناس وخرجوا يهللون ويباركون. وطبعا من حقهم، لأنه عندما أنت تحس بفقدان الأمل كنت تبحث عن أي شيء أن تتمسك به، وما قام به قيس سعيد من تجميد البرلمان وحل كثير من القضايا، وأنا أنتظر أنه حتى راشد الغنوشي قد يدعى إلى القضاء وقد يقع يعني الحجر السفر عليه، وشخصيات أخرى كثيرة سواء كان في البرلمان أو غيره يعني. وقيس سعيد رفع شعار مقاومة الفساد، محاربة الفساد والفاسدين، وهو كان دائما يتحدث عن الفاسدين ويتهمهم بأنهم كالجراد، وكان يتحدث دائما عن الصواريخ وعنده صاروخ كبير سيطلقه، ويظهر أن الصاروخ المقصود هو الفصل 80، وهذه القصة ليست جديدة منذ شهور طويلة، والساحة السياسية في تونس والمختصون في الدستور يتحدثون عن الفصل 80 وإمكانية استعماله من طرف الرئيس. فهذه كلها هيئة الأجواء للفرحة، ولكن السؤال المطروح إلى أي مدى ستستمر فرحة هؤلاء الناس، وهل سيستطيع قيس سعيد حقيقة أن يحرك السواكن ويغير حال الناس من حال إلى حال؟ هذا أعتقد يعني أنه الأمر يحتاج ربما أكثر مما فعله قيس سعيد، يحتاج إلى حوار وطني كامل وشامل لا يقصي أحدا. وهذه الكلام حول النهضة هي المسؤولة على الذي حصل في تونس، هذا كلام مبالغ فيه. النهضة عندها 52 نائب في البرلمان من أصل 217، النهضة حصلت على 560 ألف صوت من أصل 9 ملايين تونسي حق له الانتخاب، ومن أصل 2.8 مليون ذهب لصديق الاختراع، فهي قلة. فكيف هذه القلة التي يعني الفترة الوحيدة التي حكمت فيها حركة النهضة مباشرة؟ طيب دكتور فتحي، نعم، هي خلال السنتين الأولتين من بعد الثورة. فأنا أقول أنه الناس الآن يفرحون، ولكن كم ستستمر هذه الفرحة؟ أعتقد أن الوضع أصعب من أن يتحمله قيس سعيد حقيقة. طيب دكتور أنور، هل تعتبر قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد رجوعا إلى الحكم الفردي؟ يعني بمعنى آخر، هل سيعاد تفريخ نظام زين العابدين بن علي؟ هو من خلال قراءتي يعني هذه القرارات فيها جانب هو يستند على الفصل 80، خاصة في تقديره مسألة الخطر الداهم. نعم. الحقيقة أن تونس لا تواجه يعني تحديا يتعلق بسيادتها أو باستقلالها أو بالوضع الأمني عموما، لكن الرجل يعني استغل سأم الناس من الحياة السياسية ومن الصراع على الكراسي، واستغل يعني حالة هذا الفشل المشهود في مستوى إدارة أزمة كوفيد 19، وأقدم على اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية. لكن المشكلة في طريقة اتخاذ تلك التدابير، لأن مراجعتها من منظور مختصين في القانون الدستوري يقولون أغلبهم يعني بأن الرئيس قد ينزح عن الفصل 80، ويذهبون إلى أنه تجاوزه إلى اتخاذ تدابير لا يحتملها هذا الفصل، خاصة ما تعلق بتجميد البرلمان وما اتصل بإقالة الحكومة، وما تعلق بأنه يتحمل مسؤولية المدعي العام أو النائب العام. فهذه التدابير لا يمكن أن نعتبرها يعني تبشر بقيام دولة مدنية أو بالاستمرار في مشروع الديمقراطية. هذه التدابير من هذه الناحية هي لا تفيد، لكنها من ناحية أخرى تستجيب لتطلعات بعض الذين سئموا الطبقة السياسية واستاءوا من أدائها خلال العشرية الفارطة، خاصة مجلس النواب في منذ سنة 2019 يعني اخترقته يعني مكونات شعبوية انتهازية، خاصة ما يعرف بالحزب الدستوري الحر الذي عطل أعمال المجلس النيابي أكثر من مرة، واعتمد يعني طرق يعني فوضوية ليقدم صورة مشوهة للعمل البرلماني، فساهم في ترذيل السياسة والسياسيين والعمل الحزبي عموما. طيب، لكن هذا لا يمنع بأن في تونس يعني هناك طرف آخر في المعادلة لا يجب أن نتجاوزه، هو مكونات المجتمع المدني، يعني من أحزاب، من جمعيات مدنية، من اتحاد شغل، من منظمات حقوقية، من مواطنين يعني لديهم يعني وعي بأهمية
الاستمرار في المشروع الديمقراطي، هؤلاء جميعا ليسوا بالضرورة يناصرون يعني التوجهات نحو الحكم الفردي. يعني من الصعب في نظري أن يستمر قيس سعيد في بلورة نزوع سلطوي فرداني لإدارة البلد، لأن هذه المنظمات لن تقبل بمثل هذا المنعرج الذي قد يؤدي إلى إسقاط التجربة الديمقراطية برمتها. لذلك أنت ترى أن الأحزاب السياسية، الحزب الوحيد الذي أيد الرئيس مطلقا هو حركة الشعب، وهي حركة قومية كلاسيكية يعني مضادة لما يعرف بالربيع العربي. نعم، يعني حوالي 200 حزب في تونس، الحزب الوحيد الذي أعلن تأييده لقرارات الرئيس يعني مطلقا، في حين أن أحزاب أخرى مقربة منه مثل التيار الديمقراطي احترز على بعض الخطوات التي اتخذها الرئيس. طيب، وقال دكتور. بأنها نعم. تجافي الفصل 80. أستاذ زياد، وصفت القرارات الرئاسية بأنها تحفظ كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يعني استقلالها وحفظ كيانها من من؟ خاصة أن هناك من وصف هذه القرارات بأنها تهدد السلم المجتمعي في تونس. هذا تفسير انفرد به قيس سعيد ومن يسانده. اليوم القرارات تقاس بقدر ما تفعل على الأرض. على الأرض هناك مثل ما كان يذكر الدكتور، هناك رفض سياسي واسع من الأحزاب السياسية لهذه التوجهات التي ذهب فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكذلك المنظمات الاجتماعية الكبرى، وهناك توجس وخيفة عبرت عنه كل البيانات وكل الشخصيات الوطنية وخبراء الدستور بأن هناك نزعة تسلطية واضحة، وهناك خوف على مستقبل الحريات والانتقال الديمقراطي في تونس. هذا لم يخفيه أغلب مكونات الساحة السياسية. كذلك هذه القرارات انعكاسها المباشر على الحالة حتى الاجتماعية والاقتصادية. يعني الجميع الآن ينتظر ما هي الخطوة الموالية. المطلوب الآن من قيس سعيد ليس فقط أنه يصف الآخرين بالفساد ويتهمهم بضرب الاستقرار، وأنه المطلوب منه أن يبرهن أنه بالفعل راغب في تكريس الديمقراطية، وخاصة قادر على حل مشاكل البلاد طالما أنه تحمل مسؤوليته، يعني يقنع التونسيين بأنه قادر على حل حالة الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة. هذا ما ينتظره الجميع. ثم أن هناك سؤال مركزي اليوم يسأله الجميع، طيب هذه إجراءات استثنائية، نريد خريطة طريق واضحة من الرئيس قيس سعيد تبرهن على صدق نواياه أنه ذاهب حقيقة في الحفاظ على التجربة الديمقراطية وفي احترام مؤسسات الدولة، وأن هذه فقط يعني قرارات استوجبتها اللحظة الراهنة، وأنه سيعود سريعا للحالة الديمقراطية. لحد الآن المؤشرات في تقديري لا تذهب في هذا الاتجاه، وهناك حديث على أنه حتى فترة 30 يوم قد تمتد مرة أو مرتين، وبالتالي نحن أمام إمكانية للانزلاق الخطير في الحالة. طيب أستاذ زياد، أنت قلت بأنه ربما الجميع في تونس يريدون خارطة طريق واضحة، لكن هنا هل الظروف السياسية والأمنية تسمح بإجراء انتخابات مبكرة أستاذ زياد؟ هذا سؤال مهم جدا وضروري. نعم، مثلا حتى بالرد على قيس سعيد وأنصاره، قيس سعيد كان يمتلك آليات دستورية لا يمكن أن يرقى إليها شك، ولا يمكن أن يعارضها فيها أحد من التونسيين سواء كانوا سياسيين أو خبراء دستور أو حتى عموم الشعب التونسي. كان بإمكانه أن يدعو مثلا إلى انتخابات حرة ونزيهة ومبكرة، وكان هذا الخيار الأمثل في تقديري في الحالة الراهنة نظرا للانسداد السياسي الكبير، وخاصة في ظل وجود تشتت هائل على مستوى البرلمان التونسي، وكان يمكن أن يكون هذا حلا مهما ويخرجنا من كل التأويلات التي لا نحتاجها في هذه المرحلة. كان هناك بيده كذلك أداة دستورية مهمة ومهمة جدا، الاستفتاء على النظام السياسي. إن كان قيس سعيد يعبر عن رغبة واضحة في رفضه للنظام السياسي الحالي ويعبر عن امتعاض من هذا النظام، لماذا لم يذهب إلى استعمال آلية الاستفتاء الشعبي لتغيير بنية النظام السياسي، ويكون هذا مدخل ديمقراطي دستوري يعني يشارك فيه الجميع، ودعنا ننهي الجدال في علاقة بطبيعة النظام السياسي وماذا يرغب فيه التونسيين بالضبط. ولكن لجوءه لهذه الإجراءات التي سماها استثنائية واضح أنها كانت فيها رغبة في السطو على السلطة التنفيذية بكل مكوناتها، نصب فيها قيس سعيد نفسه الجلاد والحكم في نفس الوقت، وضيق كذلك على التونسيين فرصة أن نجد حلا حقيقيا للأزمة الراهنة. وحتى تعلل بوجود أطراف سياسية
التي تقود البلاد، حركة النهضة وحلفائها وتحميلهم المسؤولية، بالنهاية لا يمكن تجاوز هذه الأطراف بأي شكل من الأشكال. هذه الأطراف لم جاءت بانتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع فإنها معنية كذلك بالمشاركة في إيجاد حلول البلاد، ولا يمكن القفز بأي شكل من الأشكال عليها ولا على غيرها من أجل صناعة أو فرض تصور معين لقيادة طيب البلاد أستاذ نعم. القادمة. طيب دكتور فتحي، رئاسة الجمهورية دعت صراحة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، هل هناك طرف ثالث في تونس كما حدث في دول الربيع العربي، أي أن هناك طرف خطر مجهول؟ ما الذي يقصده بذلك الرئاسة التونسية بأنه يجب الانتباه إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى؟ من هم دعاة الفوضى دكتور؟ دعاة الفوضى اللي في عقل قيس سعيد هم أعتقد أنه معارضوه الذين يخالفونه الرأي فيما ذهب إليه، ونحن نتحدث الآن والأخبار تأتي بأن النقابات الأمنية قدمت دعوة ضد سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان بسبب ما حصل في المطار قبل أشهر، ونعتقد أنه هذا سيستمر وستتوسع المسألة ولن تنتهي المسألة عند 30 يوم أو 60 يوم أو أكثر من ذلك، وإنما قيس سعيد هو مواصل هذا الأمر حتى يقضي على كل من خالفه الرأي وكل من رفع صوته في يوم من الأيام، منددا بأسلوبه في التعامل مع الأحزاب والتعامل مع الساحة السياسية. هذا الرجل لا يعترف لا بأحزاب ولا بسياسيين، هذا الرجل يتعامل معهم بكبر ويتعامل معهم بفوقية ونرجسية. الدستور يتحدث عن أن الرئيس يحق له بعد فشل الحزب الفائز في الانتخابات بأن يعني يعود الكلمة إليه لتعيين أو لاختيار الرجل الأكفأ أو الأقدر لحكم لرئاسة الحكومة وبالتشاور مع الأحزاب والكتل، ولكن هذا الرجل قال نعم، الدستور قال تشاور، ولكن طلب من هذه الأحزاب أن ترسل له ورقات، لا يتعامل مع الناس، لم يكن يستقبل أحزاب، لم يكن يستقبل إلا من يرضى عنه ويوافقه الرأي. وحتى الآن عندما الدستور يقول هذه الإجراءات الاستثنائية وتطبيق الفصل 80 بعد التشاور مع رئيس الحكومة وبعد التشاور مع رئيس البرلمان، هو جاء برئيس الحكومة وأجبره على الاستقالة واتصل برئيس البرلمان وأخبره بأنه سيقوم ب يعني تفعيل الفصل 80 عنده، هذا هو التشاور عنده، فهو يفصل ويفسر الدستور ويفسر الفصول على حسب مزاجه. ولذلك نحن الآن في معضلة، ومعضلة كبيرة جدا في غياب المحكمة الدستورية، ستأتي فصول أخرى يفسرها على مزاجه الخاص. طيب دكتور سنأتي على الحلول وأسألكم في ذلك، ولكن دعني أنتقل إلى الدكتور أنور. دكتور، لا أخفيك سرا، هناك خاصة لدى الشعوب العربية هناك مخاوف من دخول تونس في دوامة الفوضى واحتراب أهلي وإنهاء التجربة الديمقراطية، هل ممكن أن تصل الأمور في تونس إلى الاحتراب الداخلي لا سامح الله؟ السؤال وجيه ومهم جدا. نعم. بصراحة من وجهة نظري من الصعب أن نتحدث داخل الاجتماع التونسي عن إمكانية قيام حرب أهلية أو ما شابه، لأنه المعروف عن التوانسة يعني نسبة على الأقل 95% من التوانسة هم ميالون دائما إلى الحلول الحوارية السلمية. يضاف إلى ذلك أن مكونات المجتمع المدني في تونس هي قوية جدا، ولا يمكن أن ننكر أن هذه المكونات قادرة على أن تعدل الكفة مع الميولات الفردانية أو السلطوية قيس سعيد أو أنصاره. لذلك أنت ترى أنه يعني كل هذه المنظمات الحقوقية والمدنية لم تبدي يعني تأييدا مطلقا لقيس سعيد، وإنما طالبت منه أن يلتزم بالمدة المنصوص عليها في الدستور وهي 30 يوم في خصوص إعلان هذه التدابير الاستثنائية، وطلبت منه عدم تمديدها، وألحت عليه في أن يحترم في أن يعود إلى المسار الدستوري وفي أن يحترم الحقوق العامة والخاصة والحريات وأن لا يتجاوز ما نص عليه الدستور إلى ما لا نهاية. يضاف إلى ذلك أن تونس ليست في جزيرة معزولة، تونس تنتمي إلى سياق إقليمي ودولي وهي قريبة من أوروبا،
وهي يعني الواجهة الجنوبية لأوروبا، وهي يعني نافذة على أفريقيا وعلى المغرب العربي، ودول الجوار أنفسهم لن يسمحوا بأن تتطور الأمور إلى حالة من الاحتراب الأهلي. لذلك أتصور بأن الدول الفاعلة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بريطانيا، فرنسا، يعني الاتحاد الأوروبي، منظمات يعني حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية، مثل منظمة يعني المجتمع المفتوح، مثل ممثلية الأمم المتحدة، المفوضية الأوروبية، هذه كلها عبرت عن احترازها على الخطوات التي تم إعلانها، وطالبت بالعودة إلى المسار الدستوري ومواصلة مشروع الديمقراطية، لأن الدخول في حرب أهلية سيعني يعني حركة هجرة عشوائية إلى إيطاليا وإلى فرنسا وإلى أوروبا، وهذا سيهدد الأمن الإقليمي والدولي. لذلك أتصور أن المجتمع التونسي قادر على أن يبلور يعني حلا داخليا، وأتصور أن قيس سعيد رجل يعني في نهاية المطاف هو خريج الجامعة التونسية، هو خريج يعني الدوائر القانونية، وأتصور أنه يعلم سلفا أن العمل على عسكرة الدولة والعمل على الحكم بقوة البندقية طيب دكتور. لا ينفع يعني وضعه يعني السياسي، ويجعل يعني صورة تونس يعني محل يعني تساؤل، وقد يؤثر سلبا على الصورة التي راجت تونس على مدى 10 سنوات باعتبارها القلعة الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي. أستاذ زياد، الجيش التونسي منع رئيس البرلمان راشد الغنوشي من دخول مجلس الشعب، لكن هنا السؤال: لماذا يقحم الجيش في المعركة بين رئاستي الجمهورية والبرلمان؟ ما الهدف من ذلك أستاذ زياد؟ واضح أنه الرئيس قيس سعيد استعمل صلاحياته واستعمل صفته، خاصة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووظف الجيش في هذه الأزمة السياسية التي كان ينبغي عليه أن ينأى فيها بهذه المؤسسة عن مثل هذا الأمر. صورة وجود دبابة تغلق بوابة البرلمان التونسي حقيقة صورة مستفزة جدا لكل الديمقراطيين في تونس، وأتوقع لغالبية الشعب التونسي. كان ممكن أن يتفاهم أنه يعني يجمد أعمال البرلمان لفترة بسيطة ويوجد حل لهذه الأزمة بسرعة، ولكن أن يلجأ لقوة العسكر لتنفيذ خياراته وقراراته، لا شك أن هذا جنوح نحو عسكرة الوضع العام في البلاد، وهو خطوة غير محسوبة العواقب. في تقديري أنا كتونسي وأغلب التونسيين ما زالوا يعتبرون أن المؤسسة العسكرية ستنأى بنفسها بشكل مباشر عن المشاركة في هذه الأزمة، وإن كانت المؤشرات الأولى الحقيقة فيها أقدار من السلبية، ولكن بالمحصلة نحن أعتقد أنه هناك حالة من محاولة الزج بالمؤسسة في هذه الأزمة، وبالمناسبة ليست المرة الأولى. قيس سعيد للأسف كذلك صنع صورة جديدة في الاجتماع السياسي التونسي عندما كان يتردد باستمرار على الثكنات العسكرية، وكان يخاطب التونسيين من الثكنات في أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة، صورة لم يتعود عليها التونسيين، وكانت صورة دالة على أن الرجل يريد استخدام هذه القوة في تثبيت مشروعه الذي ممكن لم يجد له دعائم سياسية على الأرض، بمعنى على مستوى الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية التي كانت تتوجس منذ البداية من المشروع الذي يعبر عليه قيس سعيد. قيس سعيد بالتالي استفاد أو استخدم أو استغل صفته وأقحم هاتين المؤسسة العسكرية وحتى الأمنية في الصراع السياسي القائم، وهذا إذا تطور خاصة في الأيام القليلة القادمة وفي الأشهر القادمة لا شك سيدخلنا في دوامة خطير. وأنا ممكن حتى أختلف قليلا مع الدكتور عندما تحدث أنه لا يمكن أن تنزلق هناك كأنه شيء من الجزم في عدم انزلاق البلاد لا قدر الله إلى العنف. أنا أقدر أنه استمرار الأزمة ووجود بعض المؤشرات من بينها استخدام المؤسسة الأمنية والعسكرية وبعض الدعوات كذلك للنزول للشارع وبعض المؤشرات التي حصلت حتى في الأيام القليلة الماضية من حرق مقر أحزاب حركة النهضة وإتلاف مكوناتها، وخاصة من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي وحالة التشفي وحالة الدعوة إلى التشفي كذلك من أطراف سياسية بعينها، وحتى الذي حصل على أمام بوابة البرلمان لولا قرار حركة النهضة بسحب أنصارها من أمام البرلمان كانت يمكن أن تتطور الأحداث إلى أحداث دامية. وبالتالي أنا في تقديري لست مطمئنا تماما إلى عدم انزلاق الأوضاع إلى أوضاع خطيرة وممكن حتى فيها عنف وعنف متبادل، وهذا يمكن أن أستاذ زياد
استاذ زياد، تجد حال جوار تجمع الفرقاء السياسيه باقل من دقيقه، هل ستصل الامور مثل ما يحدث الان في لبنان؟ هل ما حذرت منه مجله لوبوان الفرنسيه حيث حذرت من لبنان تونس، هل تصل الامور؟ يعني مر عام ولم تتفق لبنان على تسميه رئيس وزراء، هل تصل الامور الى هذه المرحله باقل من دقيقه لو تفضلتم؟ لا اتوقع ولكن وارد، لا اتوقع لكن لانه حقيقه الكره الان بيد الرئيس قيس سعيد، الرئيس قيس سعيد احد ميزاته ليست بالمعنى الايجابي ولكن ميزاته السلبي انه لا يسمع وانه يستجيب للضغوطات، يستجيب بالمعنى العكسي انه يذهب بعيدا، يعني كلما كان هناك ضغط كلما ذهب هو ابعد كذلك، وبالتالي نحن نتحدث عن شخصيه سياسيه كلاسيكيه يعني قابله للاخذ والرد، وانما عن شخصية في عن حالة نفسية متعطشة للسلطة، لديها مشروع من أجل السيطرة على الأوضاع، وفي المقابل هناك هشاشة في الحالة السياسية المقابلة. طيب الأحزاب السياسية سأعود إليك أستاذ زياد، الوقت مرة سريعا ولكن سأعود إليك دكتور فتحي، ماذا تنتظر تونس في الأيام المقبلة؟ هل سنشهد حل لهذه الأزمة وكيف سيكون الحال بدقيقتين لو تفضلتم؟ في دقيقتين صبر الآراء سمعته بالأمس يتحدث على أنه يعني هذا يذكر نصدقه أم لا، أعتقد أنه يعني هذا سؤال آخر، ولكن 87% من التونسيين يوافقون أو يوافقون قيس سعيد على ما ذهب إليه، و 3% يرفضون هذه الإجراءات. وأنا أقول الساحة السياسية في تونس الآن الكثير منها بدأ يغير نظرته لما حصل، وأصبح تقريبا الغالبية يطلب من قيس سعيد أن يفصح عن نواياه المستقبلية ويوضح خريطة الطريق التي يريد أن يمشي فيها، والكل متخوف حقيقة، ولذلك حتى الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف واتحاد النسائي وغيرهم واتحاد الصحفيين غيرهم الآن ولكثير من الأحزاب تطالب قيس سعيد بأن يبين بأن يوضح ماذا يريده في المستقبل. وأنا أقول الآن وقت السكرة، يعني ما زال الكثيرون الآن متخمرون، يعني لأن المفاجأة كانت كبيرة رغم أنها كانت يعني منتظرة ولكن لم تكن منتظرة بهذا الشكل حقيقة، بتجميد البرلمان ويعني فعل ما فعل ويعني عزل رئيس الحكومة إلى غير ذلك، ولكن أنا أقول أنه تونس مقبلة يعني سيستمر الوضع على ما عليه يعني يجد من يشجعه في اتخاذ الكثير من القرارات، خاصة عرض العديد من الناس وفتح كثير من الملفات في القضاء، ولكن بعد أن يستبين الأمر ويتوضح الأمر سيكتشفون أن قيس سعيد رجل لا أريد أن أستعمل كلمة غير جيدة ولكن أقول رجل ليس له في السياسة مجال، وبالتالي دكتور أنور حينها نعم. ستدخل تونس في مجالات أخرى طيب. وربما سيجد الناس يعني ينقلبون عليه كما انقلب على التفسير الخاص للدستور. دكتور نعم. أنور بدقيقة لو سمحتم، إذا ما أصر قيس سعيد على هذه القرارات ما الخيار لدى حركة النهضة؟ أخي لا يمكن أن يحكم التونس رجل واحد. بعد ثورة تبدلت المعطيات وانتظارات الناس كثيرة، وإذا توجه كل هؤلاء التونسيين إلى شخص واحد وقصدوا قصر قرطاج فلن يتمكن هذا القصر من أن يحل مشاكل التونسيين المتفاقمة من بطالة عالية ومن فقر تفشى في جيوب البلاد وفي جيوب المدن. يعني من الصعب جدا أن نقول بأن البلاد ستحكم حكما يعني كليانيا فرديا، لأن الاجتماع التونسي مشاكله وتعقيداته كثيرة، وإذا ذهب قيس سعيد هذا المذهب لا أتصور أنه سيوفق يعني. وبالنسبة إلى حركة النهضة، من وجهة نظري معروف عن حركة النهضة أنها حركة مسالمة وميالة إلى البحث عن حلول سياسية، وتصور أنها أستعير منك هذه الكلمات حركة النهضة نعم بطريقة أو بأخرى نعم. حتى لو قدمت في سبيل ذلك بعض التنازلات، لكن من المفيد الإشارة إلى أنه لم يتظاهر كل التونسيين يعني يوم 25 يوليو بصراحة، يعني أعداد محدودة يعني هي التي قامت بالتظاهر، والرجل ركب يعني حالة هذا الفشل في إدارة أزمة كورونا. نعم دكتور آسف انتهى الوقت دكتور يعني آسف جدا وانتقل. الأمر يبقى دائما نسبيا. طيب أستاذ زياد بأقل من دقيقة، يقول الدكتور أنور بأنه حركة النهضة حركة مسالمة، كيف سيكون تحرك حركة النهضة إذا ما أصر قيس سعيد على هذه القرارات؟ هل ستكون في إطار الدستور أم خارج الدستور؟ بأقل من دقيقة لو تفضلتم. لا تملك حركة النهضة إلا أن تتحرك داخل الدستور، وحركة النهضة الآن
تعيش حالة من العزلة السياسية، تحتاج أن تحرك في إطار جبهة سياسية واسعة. الحقيقة مهمتها صعبة وصعبة جدا، باعتبار أن كل الأحزاب السياسية بما فيها الديمقراطية تحملها مسؤولية كبيرة عما آلت إليه الأوضاع، وبالتالي هي تحتاج كذلك إلى حالة من النقد الواسع والداخلي والعميق من أجل رمرمة أوضاعها، ومن أجل تصدير ممكن حتى قيادة جديدة لقيادة الأوضاع في المرحلة القادمة، لأنه استمرار وضع حركة النهضة على ما هي عليه هو جزء من الأزمة الحقيقة، وهو جزء من كذلك استمرارها، وبالتالي ولكن حركة النهضة كذلك مكون أساسي ومهم، واستمرار وجودها كذلك مطلب أظنه نعم مهم زيار. جدا استمرار والتوازن السياسي في البلاد. مشاهدينا الكرام، وجه الشكر الجزيل إلى من تونس كان معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أنور جمعاوي عبر تطبيق زوم، وكما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الناشط والمحلل السياسي زياد بمخلة كان معنا عبر سكايب من تونس، وعبر سكايب من لندن كان معنا الأكاديمي والباحث الجامعي الدكتور فتحي المسعودي. شكرا جزيلا لك دكتور فتحي. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.